السلام عليكم. في هذا الفيديو سأقوم بتوضيح طريقة مسح الشبكات الواي فاي المسجلة مسبقا، والتي عندما تتجمع هكذا في قائمة واي فاي تتجمع شبكات الواي فاي المسجلة مسبقا في قائمة واي فاي. كما نرى هنا عديد من الشبكات المسجلة مسبقا تبقى في القائمة وتسبب نوعا من الازدحام أو فوضى، يعني كما ترون هنا الكثير من الشبكات التي تم الاتصال بها والتي تظهر في القائمة هكذا في هذا الشكل. ولكي نقوم بمسح كل هذه الشبكات علينا هنا من نفس القائمة نضغط على Network and Internet Setting كما هو موضح من خلال هذا السهم. نضغط على Network and Internet Setting، وهكذا ندخل إلى إعدادات الواي فاي هنا، أو يمكننا أن ندخل إلى إعدادات واي فاي بطريقة أخرى وهو من القائمة مينيو من اليسار ويندوز هكذا من المينيو نضغط على سيتينج. هنا من صفحة إعدادات الويندوز نختار Network and Internet كما هو مؤشر، الآن نحن في إعدادات الواي فاي. ولكي نقوم بمسح الشبكات المسجلة مسبقا من اليسار القائمة، من القائمة التي في اليسار نضغط على الواي فاي ثم نضغط على Manage Known Network. هذه هي الشبكات المسجلة مسبقا في الكمبيوتر. هنا نستطيع أن نقوم بمسح أي شبكة مسجلة مسبقا. أنا سأقوم بمسح جميع الشبكات هنا. نضغط على الشبكة التي نريد مسحها ثم نضغط على الزر Forget هكذا نضغط على Forget ونكرر عملية مع الشبكات الأخرى هكذا. وهكذا تم مسح الشبكات المسجلة مسبقا في الكمبيوتر في قائمة شبكات. في النهاية لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة.